الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وما ننسى الوقفة لهم الحنونة، إنك مهما قدمت ومهما دفعت من فلوس من ريال إلى المليون ما توفي ربع اللي سوته أمك لك. فاستعجلوا بارك الله فيكم، عاد إلا 10 أيام. ووجه شكر خاص الأخت، علمني واحد من الإعداد إنها تبرعت على نية الوالدة، الله يكتب أجرها ويبيض وجهها ويحرم وجهها عنا. اسمها الأخت عذاري الخشرمي، تبرعت ب 2500 على نية الوالدة، الله يبيض وجهها ويكتب أجرها ويحرم وجهها عنا. يا رب إذا كان أم الزوج يا رب الله يزوجها. اللهم آمين. اللهم آمين. وإن الله يخلف عليها ويزيدها فضلا. براحتك. بس حابين نقول لك اللهم صل محمد، انه في معنا فقرة حار بارد مع الجميل اللطيف وليد الشمري. انت مقدم ولا موسوعة؟ ها؟ انت ولا موسوعة؟ محدثك طال عمرك. كفو.